Since forever, there has been a debate whether Darija, the Moroccan dialect, is actually Arabic or far from it. While we Moroccans can pretty much understand all the Arabic dialects, no one truly understands us. So today, I invited a bunch of other content creators from the Mina region to see how different the Arabic dialects are from each other and how Darija fits in. سلام انا اسمي هاجر انا من المغرب وانا صانعة محتوى ستريمر وبزاف حاجات اخرين فهمتوا جايز دي <applause> يو <applause> اندرست لا فهمت هاجر او نشوفو تونس يلا عسلامة اسكل ايمن جدلة 25 سنة اكي اي لوك نيس كو اونر وزادة هيدو في سبورتس متاع جي ان جي كنت برا بلاير في ليج اوف ليجندز قبل وتوا قاعد نستريمي والاغلبية اللي هي نايس نايس من الكل ذا دارد ستور ده فيفر في حياتي يلا ويب يلا ازيكم يا شباب ازيكم يا شباب اسمي اسمي جو او اكس ويب ماستر انا دكتور نسا وتوليد ولكن دلوقتي بستريم فالورانت كونتنت وليج اوف ليجندز كونتنت وان شاء الله اكون معاكم النهارده بمثل مصر باللهجه المصريه نايس مرحبا اهلا وسهلا فيكم برو ليش تحكي وانا بحكي مرحبا اهلا وسهلا فيكم جميعا انا ليا اليوم موجوده معاكم في هالشو لحتى امثل الاردن هلا والله شباب وشابات هلا والله هلا والله هلا والله شباب وشابات انا ستيلر اليوم راح اسولف لكم ان شاء الله باللهجه الخليجيه واكثر شيء راح يكون بالسعودي وبالكويتي ان شاء الله تستانسون معنا ان شاء الله alright guys فاول كلمه حمد بها هي how are you كيف حالك بالدرجة هي لاباس بالتونس اذا نقولو لاباس ونقولوا شنو حوالك تقولوا <applause> سافا يدخلوا سافا الله فما يا تقول شنو حوالك شنو حوالك لاباس ولا تقول اهلا بيك سافا اوكي بمسرح زيك يستا؟ زيك يستا؟ زيك يا <ستا>؟ <applause> شي... اسطى زيك يا اسطى ازيك معظم الناس بتقول يا اما ازيك يا او عامل ايه او اخبارك او فينك يعني شو تقول لابوك يور داد ار يو gonna سي زيك يا لا مش هقول لابويا يا اسطى هقول له ازيك يا حاج اوكي okay. ابويا ابويا وزي ما عننا... يفايف اب كده مستني سلام منه <applause> احنا عنا هلا بنحكي كيفك لو كان ولد او كيفك لو كانت بنت او مثلا كيف الحال كيف حالك كيف حالك, حالك هذا أه. مش بحال لبناني رايت right? لبنانيين يقولوا كيفك وي ساي يا وي ذا سيم تقريبا okay. واحنا عندنا نقول حق الرجل مثلا كيف حالك او شلونك شو اخبارك نقول للبنيه شلونك اخبارك خير؟ بخير اي بالجي دخلنا عليك شو علاقه شلونك بكيف حالك اه شلونك يعني شلونك يعني شنو شنو احوالك شنو اللي وهذه ما عندهاش علاقه باللغه العربيه الفصحى ما اللون. فيها لا صراحه هو ما فيها بس هذا اللون اللي احنا يميزنا اللي هو بالشاء وبننطق مرات مثلا اكثر من منطقه بس لونت من المؤنث أخبارت. اخبارك وبالشاء شلونك شو اوكي الكلمه الثانيه حتكون جود مورنينج هي صباح الخير إحنا <سؤال> في المغرب نقول صباح الخير كيف فيتون صباح الخير السكون صباح الخير صباح الخير صبح صبح <تصفيق> <تصفيق> ممكن نقول لا ممكن نقول يعني صبح معظم الوقت كان بنقول ديت الفترة كبيرة بس عادي برضه صباح الخير تنفع بس يعني مش 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 صباح صباح الخير عادي صباح الخير okay. اوكي اه يس انت مصري جدا انت دلوقتي <تصفيق> <تصفيق> احنا احنا بنحكي صباح الخير صباح الخير امم احنا واحنا بنحكي نقول يعني بنقول صباحك خير او صباح الخير او صباحك خير او صباح صباحك للمؤنث, الصب... للمؤنث آه. صباح للمؤنث صباح حج. الخير او صباح الخير صباح النور اوكي okay. <applause> نمر الفود الاكل فاول اول كلمه تكون الخبز بريد فاحنا في المغرب ينقولوا الخبز خبز خبز متاكد لوك كويس فقط الخبز فما تناش فما انواع تاع خبز فما فما باجيت سمعت كلمه عيب دلوقتي أنتم كذلك عندكم كلمه عيب لا هو ال نو بس كده مختلفة احنا عندنا كلمه طابونه اللي هي المكان اللي بيبيع العيش اللي هو المكان اللي بيبيع الخبز عندكم ده اسمه طابونه فانت بتروح الطابونه تجيب عيش اوكي فالخبز والعيش في المصرية، صح اه يس عيش طابونه هي الخبز المدور لا احنا في المغرب الخبز مدور والخبز ما فيش يعني في خبز ما مدورش احنا عندنا عيش بلدي عيش فينو عيش فلاحي اه كلها احنا تقريبا احنا عندنا الرغايف الحمام الرغايف الملاوي الحرشة اوكي ليا آه احنا بنحكي خبز خبز انت <applause> ستيل واحنا واحنا طبعا على حسب في انواع وفي شركات فناديها بلا اسم فيها خبز 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 وبالنادي مثلا رغيف، خبز تنور لا في فرق بين خبز وخبز؟ نفس الشيء هو ديم... نفس الشيء بس نقال خبز وخبز اوكي خبز خبز Carrots الجزر احنا في المغرب نقولوا خيزو وفي الشمال المغرب في <applause> بعض المدن يقولوا الجعدة ف يا ساتر يا إيه. <applause> إيه. إيه. <applause>

واحنا بنقول له جزر ويزر يزر يزر يزر, يزر. <تصفيق> والله فايكنجز <applause> يزر ما شاء الله <applause> اختلاف اوكي هذه انا المهم اتوقع صراحه يكون اختلاف كبير توميتوز <applause> 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 الطماطم احنا ماتيشا طماطم مطيشه ماتيشا ماتيشا دي كوري؟ ده واه <applause> بريان <applause> برتناتي <applause> ماتيشا انا ما بعرف الاسماء مين ماتيشا ماتيشا <applause> هو طماطم انا سمعتم انا سمعتم طماطم طماطم سمعتم قوطه ها أوتا لا بتحكوا طماطم في بيقولوا طماطم بس هي اسمها أو. أوتا قوطه اه هي قطة تعيب علي يعني نتوما جابانيز قطة قطة عندنا قطة بس كا... <applause> لا. دي قطة دي لا قطة اه قطة في ناس بيقولوا عليها طماطم عادي بس تعتبر العربية عربية فصحى بالنسبة لنا اوكي احنا بنحكي بندورة طيب بندورة ما عندها معنى صراحة يعني مين جات كلمة بندورة؟ ما بعرف <applause> بندورة ما عندهاش علاقة باللغة العربية بندورة <applause> بندوره ما 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 تعنيش مدوره لا ما ما لها شغل صح صح حاولت ستيلر احنا طماط او طماط طماط ايه طماط طماط فوز لا لا شيء طماط 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 اوكي واتر ميلون انا ما بعرف اللغه العربيه صراحه الاسم شو هي واتر ميلون بطيخ, بطيخ. لا باللغه العربيه الفصحى هو بطيخ صح بطيخ اه بطيخ, بطيخ احمر اه بطيخ. ب... هذا هذا هذه البطيخه راح تضحكون على الاسم انا ما... <applause> شو تسميها شو تسميها تسميها <applause> رقي رقي <applause> اه صحتي قالت لي رقي 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 وحب حب... لها اكثر من اسم رقي وحبحب حبحب <applause> ثلاث اسامي آه سمعت حبحب دي على تيك <applause> توك يس رقي واو والله صراحة أنتم تقولوا عنا الدريجة مش قريبة للغة العربية وأنتم ما لا علاقة لا علاقة كل شيء بعيد كل شيء بعيد على اللغة العربية بس حنا نقول له دلاح أو الكوار هو واتر ميلون دلاح أو الكوار حسب الشمال ولا الجنوب كوار زي كوار الكوار أنا شخصيا كنقول الكوار احنا في تونس قولوا له الدلاع دلاع دلاع ايه نعم اعرف دي من الستريمر سامعتها اه اه ترو دلاع لما با... لما دلاع 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 هي الدلاع و... والاخرى الصغيره المالن هي بطيخ صغيره يعني الاصفر اه تحلى البطيخ البطيخ والواتر مالن دلاع ولا دلاع يعني ملن ملن مالن أيه. هو بطيخ. اه الليمونه ها؟ لا مش مضمونة أه؟ لا لا في في احنا ميندن. عندنا انا فاهمة عندنا نسميه البطيخ اه البطيخ الاصفر ايوه بطيخ أي. الشمام؟ اه يس يس بالمصري الشمام اه اوكي يا okay. بال بالمصر والشمام تاع الواتر ميلون شو الواتر ميلون بطيخ؟ بطيخ بطيخ, بطيخ آه. عندنا والاصفر شمام. شمام عندنا شمام او كنتالوب احنا عندنا بطيخ كنتالوب؟ كنتالوب اه شو كنتلوب هذا؟ اللي انت بتقول عليه البطيخ الاصفر ده كنتلوب هو بطيخ الشمام ما ما شاء الله اللغة <تصف> <Charl Solar> <تصفح> العربية واو في خطر صح <تصفح> <تصفح> alright milk ده تعمل ثورة دي احنا <تصفح> <ح velocidade> احنا نقولوا الحليب حليب كيف كيف اللبن I know it's weird I know <تصفح> <تصفح> وشنو وشنو تقولوا للبن؟ الزبادي <تصفح> <تصفح> الزبادي الاكل يس yes, الزبادي اللي بتاكل ال, يس ال, ال, yes, اللي بتاكل يعني. معلقه ده الزبادي لا لا اللبن واللي بينشرب اللبن اه ده بنسميه اللبن رايب اه <applause> يعني لا هذا هو اللي بتاكل وشنو الحليب يعني مش عندكم حليب اللي بيتاكل معلقه الزبادي الحليب اسمه لبن والحليب It's <applause> الحليب السائل اللي بتحط على الشاي اسمه آه. لبن انما ال ال اليوغرت مع الشوبايه ما فهمتش الحليب مع الشاي شنو الشيء احنا 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 مشروبنا تاع حليب او شاي حليب ايوه شاي باللبن شاي حليب يس حليب ما عادي تقول شاي باللبن في المغرب يعني اللبن اصلا يكون رايب ومع مو باللبن بالحليب الحليب لا لا اقصد اقصد لبن حليب يعني لبن اوكي اتس كونفيوزنج لما رحت الاردن عرفت المأساة لسه انا والراجل نتخانق عشان عايز علبه زبادي احنا بنحكي عنه حليب حليب وانت والزبادي الزبادي لبن لبن رايب اه الشرب في له اسمين في اما لبن لبن اب او عيران لبن اب اه ايران في حد تركي تركي يقولوا ايران عيران. اه احنا برضو في عنا عيران في بيحكوا عيران احنا الحليب واللبن هي هي اوكي جايز تكلمون درجة فقط السكون يعني لبن لبن حليب حليب آه... سكون <تسنى> داليا دليا <تصفيق> لا. <تصفيق> <تصفيق> لا 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 رايسو داليا بناديني داليا داليا ستيلر شو تقول بسبب الحليب خافر او حليب او أه؟ حلبه خافر ده اللي هو اللبن الرايب الثقيل صح؟ لا علي علي الثقيلة. دريس اللي هي باللغة العربية الفصحى الفستان. Uh, مهم بالدرجة الكسوة. Uh, كسوة؟ uh, أعطيني يعني أعطيني نحنا بتاع دريس. نحن بالنسبة للبنات روبة. it's only for girls by the way dress it's for girls Rob Rob we ah roba 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 ah roba roba okay ah بنقول عليه فستان عادي زي زي العربي Fustan. احنا بنحكي فستان 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 angry فستان انت قلت فستان قلت اه احنا بنحكيها فستان احسن فستان واحنا بنسميه شنو تتوقع دراعه دراعه والله الخليجي مش عربي فصحى نهائيا يعني بعيده كل بعد في فستان نسميه فستان ولكن بالعاميه نحن الميلاديه واسهل لنا الثوب او دراعه دراعه لك شيلد دراعه تعرف احنا في في الدارجه عندنا رضاعه الرضاعه للبيبيز الدراعه اللي تكون مثلا اللي يلبسونها مثلا بالبيت او مناسبه خفيفة رضاعة للبيبي مش رضاعة 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 بنسميها رضاعة اللي هي فستان تسميوها دراعة ممتازة اتوقع كل شيء يقول ماما الام ماما لا لا احنا لا نقول يما يما احنا يعني ممكن تقول يما بس بس الاغلبيه ما الناس ما نقول ماما ما نقول ماما نهائيا بالخليج يعني النوادر اللي يقولون ماما يما امي أمي او ناديها مثلا الغاليه الشيخه كذا تقول امك يعني انت عندك خمس سنين وتقول امك شيخه؟ أه لا لما يعني اكبر لا اقولها الشيخه يا تاج الراس جنتي اسميها باي اسم بس غالبا <applause> بقولها يما يما احنا تعرف اصلا لا شيخه عندنا يعني <applause> ما تقولش لامك <applause> شيخه حماتك صح؟ تقول عليها شيخة؟ شيخة يعني الرقاصة؟ وهذا لا الشيخة عندنا احنا ذو مغامرة ذو برستيج عالي اوكي الخليج شيخة اللي هي ال برنسس كوين هيك شيخة عندهم يب مو فرق كنت تكون رقاصة يعني احنا معروفين يعني الشيخة شيخة تراكس لو كويس آه شيخ الرقاص بتقول لك تراكس تراكس، <applause> I'll show you later زي. معلش بس اخويا انتوا ازاي جبتوا حوار شيخ الرقاصه؟ <applause> 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 انا ما ادري يا عم هذه هذه وتقول لها انه بالخليج احنا ما في بالعربي انت ما في بالعربي <applause> <applause> نهائيا <applause> <applause> لا, يعني... إيه الشيخ لا الشيخ هذا كوين برستيج يعني الشيخ عندنا اللي هو امام المسجد فهمتوا الشيخ لا شيخ لا بالعربية شيخ ومش رقص يعني الشيخ والشيخ ايه. بس شيخة راجل. يعني صراحة مع الوقت تغير المعنى أه لأنه مع الوقت كانت شيخة عنه. ولكن حاليا <applause> هو كاين فرق ما بين الشمال والجنوب ولكن يعني مثلا أنا من الشمال يعني تقول شيخه مش ما تقوليش شيخه شيخه هي الرقاصه يعني معروف اني تونسي 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 تفرق برشا برشا أنتو البلاصه مثلا كي تبدا صغير تقول ماما وبابا بابا ومن بعد تولي با ومن بعد تولي ما ومن بعد تولي امي وبابا بابا وامي معناها كل ما تكبر كل ما تكبر ايه. يعني لازم تتكبس لوك اه. معناها مش ما تفهمش لايك اه. تشايلد اذا اه. احلى اه. 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 تشت معناها ولا حاجه اما الاولاد الصغار يقولوا ما يقولوا با وكي تكبر ثاني تقول بابا وامي احنا نقولوا ايه. الوالد يعني كما تكبر في العرش يقولوا العزوزه ياك الوالد والوالدة. فما اللي يقولوا على امهم العزوزه انا ما إيش معناها عزوزه معناها كبيره في العمر اه, اه. ليا مصر يعني مع مع السن مثلا بتبداي ببابا ماما وبعد كده الحج والحاجه امم اه كي. احنا كذلك يعني التغييرات منحكي... احنا بس بنحكي بابا وماما امم احنا نقول بابا ماما ولكن ممكن تقول والده موي لايك like موي مي <applause> <موي. تصفيق> هلا when i'm talking to someone لما اكون بحكي مع حد بقول له امي او ابوي اه ماما لا ماما ده أه. حد غريب قصدك أوه. اه يعني مثلا أنا بحكي معاكم بقول لكم أمي بتتصل فيني أبوي بيتصل م. فيني بس وأنا آه لما أناديهم بنادي ماما وبابا أوكي الحق دابا جراند ماذر أند جراند الجد والجدة إحنا كنا كثير كلمات يعني بس مهم مثلا شخصيا كنقولوا ماما حجة ماما عزيزة جداتي جدي أه", بوسيدي

على جدك ولا جدي، جدي ولا باب عزيزي وجدك جدتي ما نعرفش يقولوا الامام عزيز ما عنديش فكرة أوكي. مش متأكد بالنسبة للجد ما نعرف اللي يقولوا باب عزيزي ولا جدي وجد في مصري بنقول يعني جد دايما بنقول جدي أو جد ما إلى ذلك إنما جدتي ساعات بنقول لها ستي مم. مش ستي يعني إذا كانت هي الأم أو الجدة ديال الرجل؟ في الحالتين أعتقد ممكن من مدينة لمدينة تختلف بس أنا بالنسبة لي لو كانت جدتي من ناحية أبويا أو جدتي من ناحية أمي في الحالتين هقول عليها ستي لا لا مش هذا يعني مثلا أنت متزوج مع امرأة أوكي okay. وديك your wife your wife uh, your mom is ست ست your wife أوكي no. okay. لا قصدك قصدك يعني مامت زوجتي مثلا يور مام يور مام هي ست مراتك لا لا حماتها, حماتها. آه. حماتها. آه. اوكي اوكي وهي <applause> <وقلع. تصفيق> حماتي وحمايه <applause> <applause> حماها <applause> ليا اوكي هلا احنا عندنا الجده جدتي بناديها تيتا وجدي بناديه جده 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 او سيده اه اه بس هلا اجين لما اقول عنه مثلا انا اقول لك بيتصل فيني مثلا بقول جده بي, او جدي بيتصل فيني وستي بتتصل فيني هاي الجراند ماذر يعني ستي امم آه. احنا عندنا كثير عندي طبعا ايه <applause> كثير جدي وجدتي ديدا اللي هي الج... جدتي عليها ديدا ماما عوده بابا عود ماما عوده؟ و... اي ماما عوده يعني امي الكبيره وبابا عود بابا ابوي الكبير يب وتعرف شنو العود؟ العو لا العو مو عود في فرق بين العود وعوده عوده يعني العوده عندنا يعني الكبير في العمر العود الكبير اوكي تمام واخيرا غندوزو ل the weighted part اللي هي the league of legends لينكو فلاش احنا في المغرب كنقولوا فلاش ولكن مثلا نقول شخص اخر فلاشي او لا غنفلاشي فلاشي نسيت يوز يور فلاش قصدك فلاشي فلاشي هي يوز يور فلاش وانا اذا فلاشيت نقول فلاشيت انتو في تونس في تونس كيف كيف نقولوا فلاشي فلاشي مثلا نقول فلاش علي فلاش عليه ولا فلاش فلاش علي فلاش علي مثلا مم. يعني اذا فلاش تنمي و فلاش تعليه ولا فلاش تعمل فلاش اما فلاش 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 ولا فلاش يعني اه <applause> في مصر احنا بنقول مثلا لو لل... لو شخص مثلا ضرب فلاش وأنه ان هو ضرب فلاش او بنقول فلش فلش <applause> <applause> وده ده الماضي يعني ولو انا عايز اقول لحد يعني فلاش اون فلش برضه يعني فلش عليه يا اما شخص الفلاني فلش اوكي okay. um, او فلاشت يعني فلشت في كلمات كثيرة مسلي اراوند كلمه ان احنا فلشنا yeah. فلشنا فلاش حصل <صوت> احنا فلاشينا فلاشينا كلينا <الفلاشينا> احنا لو انا بدي اعمل فلاش لسه اي دويت لسه بحكي بدي <الفلاشي> افلش <الفلاشي> فلش اذا انا اه اذا خلص صار سويت انا فلشت. اوكي. لو بدي اقول لك مومو فلاش بقول لك مومو فلشي. فلشي فلشي فلشي. <تصفيق> 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 اه وشو كمان بس هيك صح؟ امم فلاش حاليا يعني. يب آه, احنا على حسب فل فلشت يعني انا اي <applause> فلاش فلش فلش عليه روح عليه يعني فلش علي. وفلش علي اتوقع متغاربه هذه لانها فلش فلش علي فلشنا اذا في فلاش فلشنا بس النطق مختلف يعني ايه لكنا او الاكسنت احنا فلاشين هيل مثلا احنا كنقولوا هيليت هيليني اه انتم كيف هيليني, هيليني 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 هيليتو

او هات هيل اعمل لي هيل أه هيلنا زي ما انت لسه قلت بالجامعة بس معظم على هي وكده وده كان هو هيلا هيلو اه هو يعني الانمي هيلو اه الانمي يا اما الانمي هيلو يا إما, اما انا برضو ازويل بأمر لا يعني انمي, واحد. واحد. انمي واحد انمي واحد. انمي واحد هو عمل هيل آه. شو هو عمل هيل 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 لو هو عمل لنفسه هيل لو حد هيله يبقى هيل اوكي احنا انا لو انا بدي اعمل هيل لحد بقول آه لا لو انا سويت هيل لحد بقول له انا هيلت هيلته آه لو هو بده يعني اهيله بقول لي هيليني مم. لو الانمي عمل هيل بقول هيل, هيل. كله هيل 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 احنا احنا ما نقولوش هي قولوا هيل <applause> احنا عندنا هيل؟ لا عندنا هيل هيل عندنا هيل وهيل يعني يوس يور هيل هيلت انا خسرت هيلي وهيلنا هيلنا كلنا او هيلنا أو هيل هي نفس قريبه من مصر اوكي كلمه هي جانك مثلا احنا لو مثلا اريد جانجل تو جانك مي نقول جانكيني اجي جانكي جانكيني انت لوك ميس بنس جانكيني ايش جانكي جانكا اذا اذا كان الانمي جانجلر جانكيني جانكيني ايش جانكي جان ايش جانكي جانكيني ولا جنكني معناها الانمي جانك في مصر عندك مثلا اعمل لي جانك او اللي انا بحذر حد بقوله له هيجانكك او هتتجانك يعني في كتير قوي يعني على حسب في كتير قوي بيستخدموا كلمات قريبه من جانك فمثلا هيتعمل لك جانك هي هيجانكك خد بالك هيجانك قريب حاجه زي كده جنكني. كنت ما تقول اوكي جنكني تنفع كامر او تنفع ك يعني بطلب منك جنكني آه، او او الانمي عمل لي جنك فهو جنكني قبل كده اه اوكي جنكاني اوكي <applause> جنكاني بعد يومين <يا> <applause> <applause> احنا عنا لما بدي احكي للجنجلر يجي عندي بقول له جنكني جنكني لو الانمي <applause> جنجلر اجى جنكني او okay. جنكنا <تصفيق> 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 على شو بتضحك؟ نفس نفس قال لكنه <نسبة> قال <رث> ها؟ وات دو يو مين؟ فرق لهجات لكنه تفرق او ماي جاد ما راح استعملها بحياتي خلص انا خلص هون براسي خلص <into> انجلش <اصق> والله <applause> صعب الامور يا ولد يت... <applause> آه. الفرق فرق جات؟ احنا عندنا آه اذا انا بروح آه مثلا بجنك جايك بجنك او نفس ما قالت ليا جنكني ده عندي يعني الجنجل جنكني أو... <applause> عشان علش... لا تصير الشبه بس على ليه لان هذه لكنتنا يعني <applause> او, أو بجنك بجنك بجيك بجنك بجنك اوكي اه المصريين هيت يعني هيضحكوا فشخ على الفيديو ده اي اه اوكي تي بي حنا نقولوا تي بي تي بي نقولوا تي بي تي بي انت بالفرنش يس تي با يعني مثلا الانمي الانمي قام بي تي بي تي او يعني انا تي بيت تيبيت يعني ديجا استعملت استعملت التيبي فيا نقولو تيبي حاجه اللي اللي بالمغربي والتونسي اوبتمايزت اكثر بيسر اقل كلمات باش تقول اكثر اكثر الحاجات بالنسبه لنا نقولو تيبي 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 تاو 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 تيبي 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 معناها مش, مش ديجا يعني تيليبورتي تيليبورت انمي تيبا 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 ولا تيليبورتا 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 ماما نحن بيقولوا تيبي 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 ولا تيبا اما انت وقع... انت والعبد الاغلبيه يقولوا معناها اتليست احنا وانا انا وعزرا ودين يقولوا تيبي 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 تيبا فما عبيد يقولوا تيليبورتي تيليبورتا اه كذلك نقولوا تيليبورتا شو ولا كلمه من بعد انتو عزرا ودين ما فهمتش ولا كلمه يا ريا ما شاء الله اه احنا عندنا فصل مصر بنقول هتليبورت او تليبورتيت يعني ديت هتليبورت اللي هو في المستقبل او عملت تي بي هتي بي هي يعني موستلي اللي هي التي بي نفسها هي اللي مستخدمه الكلمه الحرفين يعني تي بي بس هي تليبورتيت او هتليبورت او هاي تليبورتو يعني انمي تي مثلا او هي تليبورت عليك بس سيمبل بالنسبه لنا في يا تقولوا احنا عوض البي بي مش بي اه لا عندنا البي والبي ما فيش فرق ما بينهم شيبسي بوليس كلها ما عندناش حرف البي دي بوليس اه Alright, thank you guys so much. ولكن أخيرا شنو الخلاصة اللي استفدتوا منها؟ أنا شخصيا اكتشفت أن التحد فينا ما يتكلم اللغة العربية صراحة. يعني صراحة يعني احنا خاصة درجة ت... انتم تدخلوا تقولوا لنا اه انتم ما تتكلموش عربية حد فينا ما يتكلم عربي هذه خلاصة الديبيت <applause> صح؟, إيش يعني صح؟, صح؟ يعني مش صحيح يعني مش قوي صح. صحيح يعني لا آه، لا هو أو صحيح ما <applause> ما حد يتكلم, يتكلم عربي يعني ما حد يتكلم عربي يا عمي هني آه لان اللغه العربيه صعبه بالنسبه لنا كلنا الا اذا انت كنت متخصص فيها بلس ان لهجتنا هذه او اللهجه اللي مسولف فيها بتكون لهجه عامه او لهجه لهجه جيمنج يعني على حسب المحتوى اللي او اللي حولنا وحوالينا هذا اللي وارد بس اكتشفت ان اليوم سهل نفهم بعض لو نقعد ويا بعض فما في لهجه صعبه انا قبل كنت متصور ان المغرب المغرب لما يسولفون بيسولفوا بيدشوا بالفرنسي والتونس نفس الشيء فيكون صعب لا بس لما بهداوه وبطء نقدر نفهم بعض كلنا بالنهايه واحد <applause> oh, that's, that's actually so cute. Fact, facts, facts. لوك شو خلاص الموضوع كان اجتهادا كان اجتهادا من مومو ولوك ميس ان هم كانوا بيتكلموا بالراحه معانا عشان نفهم <applause> <applause> لا لا أوه. ما حدش دخل فول تربو تونسي فول تربو <applause> <ما أعرفين. تصفيق> <applause> آه مغربي هو أه الحقيقه انه الكلمات الاغلبيه معناها يعني متقاربين اما أه الخلاصه نتاعي انه في التونسي في التونسي عندنا حس انه نربحوا نربحوا الوقت يعني باش تقول نفس الحاجه بالتونسي وبالمصري وبالأردني بالتونسي تقولها في اربع كلمات بالمصري بيتروني. تقولها تقولها بثمانيه يعني حس فما في اللغه التونسيه والمغربي <تصفيق> <تصفيق> انا الصراحه اكتشفت انه التونسي والمغربي قريب قريبين <applause> بعضياتهم اكثر من اللي كنت اتوقع انا نفهم مغربي اغلبيه يعني فأنا احنا نفهموا كل شيء انتوا اللي ما تفهموناش للاسف <applause> اه بالنسبه لمصر اكتشفت ان احنا قريبين قوي من من الاردن بالنسبه ليا حسيت ان معظم الكلمات حتى اللي قلتها بنقولها ممكن مثلا تختلف مثلا على حسب الكلاس في مصر مثلا ممكن تلاقي ان الكلاس مثلا لو عليه شويه بيتكلموا تحس ان بيتكلموا اردني اكتر ما عرفش ليه يعني خصوصا لما جيت عند الحته بتاعت جدي وجدتي وتيتا وما الى ذلك الحاجات دي اكتشفت وايه ده معظم الحاجات دي بنقولها انا بالنسبه فعلا للتونسي والمغربي يس كنا جبت الكلمه العربيه وضغطتها ده بالظبط اعتقد الكلمه اللي كميس كان عايز اقولها yeah. بس اكتر لغه فخمه all right guys well thank you for watching on kholub slama slama to the next video don't forget to like subscribe with the shikam shukran